دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، فتعالوا نتابعها مع بعض في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية، والأسئلة في المواد دي اختيارية ولا توجد أسئلة مقالية. النهاردة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هتنظم الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية في الدول العربية تحت شعار الإعلام والانتخابات، وده خلال الفترة من 12 ل 14 يونيو 2023 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وبالتعاون مع شعبة المساعدة الانتخابية التابعة للإدارة السياسية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشروع الإقليمي للدعم الانتخابي في المنطقة العربية. يهدف الملتقى لتعزيز التعاون في مجال الانتخابات من خلال تبادل الخبرات فيما بين الإدارات الانتخابية في المنطقة العربية. النهاردة هتنظم جمعية مصر الجديدة أمسية فلكية بعنوان الأرض كروية أم مسطحة؟ هتنفذ الأمسية مكتبة المستقبل التابعة للجمعية الساعة 6 بالليل، وهتناقش أسباب ادعاء البعض إن كوكب الأرض مسطح وكيفية تفسير الظواهر الفلكية، وهتتناول الأخطاء العلمية البديهية في نظرية الأرض المسطحة.